احمد مساء الفل عليك. مساء الفل يا كابتن. نورنا وشرفنا، وطبعا يعني معانا اثنين كبار من كباتن مصر، كابتن ماهر رمام والكابتن محمد حشيش. كنت هتكلم معاهم في الفنيات ونخش في تفاصيل فنيه، لكن خلينا نتكلم معاك الاول على الارقام، وخلينا نتكلم على الاسبوع الاخير من الدوري المصري واهم المباريات، واكيد مباراه النادي الاهلي والنادي البنك الاهلي كان مباراه مهمه جدا جدا. النادي الاهلي وفاز فيها 1-0، غير طبعا الحاجات اللي انت محضرنا حتى لكاس العالم للانديه. يمكن طبعا في البدايه طبعا بنبارك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي الفوز بمباراتين، طبعا زي مباراه الزمالك ومباراه البنك الاهلي. يمكن المباراتين دول كان ليهم درجه عاليه من الاهميه. صحيح. وكان ليهم نواحي ايجابيه طبعا ظهرت بشكل كبير، طبعا ان رفع النواحي المعنويه للفريق قبل طبعا السفر لمونديال الانديه، بالاضافه طبعا لتصدر النادي الاهلي لجدول الدوري الممتاز. وبرضه كان في نواحي تكتيكيه برضه ظهرت بشكل ايجابي، يمكن اعاده اكتشاف حمدي فتحي للنواحي الهجوميه ظهرت بشكل كبير طبعا، واعاده توظيفه في النقطه دي. برضه كان في عوده كهربا وعوده الحاسه التهديفيه لمحمد شريف، بالاضافه طبعا اخيرا ظهور صفقه خالد عبد الفتاح، يمكن لعب في اكثر من مركز وكان ظهر بشكل اكثر من ممتاز. ده اللي عايز اقف برضه عنده، لان دايما خلي بالك اللعيب لما بيتنقل من نادي لنادي، وخاصه لما يتنقل لنادي كبير بقيمه النادي الاهلي وبيلعب مباراة أمام يعني المنافس العتيد والمنافس الدائم النادي الزمالك، وبتتكلم على أول مباراة ليه مع النادي الأهلي وبيظهر مستوى أكتر من رائع. نتكلم على لعيب لعب في أكتر من مركز وأجاد في هذا المراكز، بتتكلم على باك يمين باك شمال على مساك، فمحضر لنا إيه خالد؟ لأن خالد كمان الحقيقة بوادر، احنا دايما بقول ان يعني ان شاء الله تجربه واضافه كبيره للنادي الاهلي، بدايتها بدايه موفقه جدا. من خلال الارقام شايف خالد ازاي ومن خلال متابعتك لادائه في البدايه؟ طب ممكن نستعرض الفيديو اللي بيوضح طبعا اماكن تمركزه خلال مباراه الزمالك ومباراه البنك الاهلي. زي ما حضرتك تفضلت قلت ان في مباراه الزمالك لعب كقلب دفاع، وبرده بالنسبه لمباراه البنك الاهلي لعب الشوط الاول كباك رايت، وبعد كده الشوط الثاني لعب كباك ليفت. مظبوط. طبعا دي نقطه صعبه ان هو كقلب دفاع هو ما لعبهاش تقريبا الا تقريبا ثلاث مباريات خلال مع سموحه، طبعا خلال مباراه مقاولين مباراه مصر المقاصه طبعا، وهو كان بيلعب قلب دفاع في مباراه الزمالك. بالظبط. بعد كده هنا لاعب باك رايت في مباراه البنك الاهلي. البنك الاهلي لاعب باك يمين طبعا. بالظبط. بعد كده بالنسبه للشوط الثاني طبعا تم توظيفه خلال يلعب باك ليفت. طبعا اللي عليه السبوت الاحمر ده هو خالد وبيلعب في المركز الباك الشمال. ثلاث مراكز المهام مختلفه. بالزبط. بشكل كبير جدا في مباريات مهمه، بتتكلم على مباراه الزمالك مباراه كبيره، بتتكلم على البنك الاهلي مباراه كمان كانت مهمه جدا للنادي الاهلي لاتساع الفريق ما بينه وما بين منافسيه واستعدادا لكاس العالم للانديه، وبيلعب في ثلاث مراكز مختلفه بشكل كبير. بالزبط. ارقامه ايه في الثلاث مباريات دول؟ يا ريت نستعرض برضو الجدول التحليل الرقمي اللي يمكن هو مش بصدد ان احنا بنقيم الحاله، ولكن احنا بنوصف مجرد الاداء في كل مركز هو ايه اللي حصل بالظبط، سواء على النواحي الدفاعيه. فهنلاقي ان هو طبعا لو في مباراه الزمالك لعب كقلب دفاع لعب 95 دقيقه. يهمني هنا الالتحامات الدفاعيه، وكان اكثر لعيب فاز بالالتحامات الدفاعيه، فاز ب 15 التحام من 17. نفس الكلام بالنسبه للالتحامات الهوائيه، فاز من 5 التحامات فازهم بيهم بالكامل. ويمكن هو ما بيتميز بطول القامه، ولكن هنا الجامب بيفرق طبعا. هو ده الرقم لازم نقف عنده، الالتحامات الهوائيه. عارفين ان هو مش طويل، ولكن عنده التايمنج، وده مهم جدا يعني. بالزبط. التايمنج في والقدره على الارتقاء، والقدره على الارتقاء مهمه جدا. التحامات هوائيه 5، فاز بالخمس التحامات. نفس الكلام بالنسبه لاستخلاص الكره، ده رقم مهم جدا. استخلاص الكره ان هو عنده القدره على الضغط على المنافس، واستعاده الكره انها تبقى دايما في استحواذ الاهلي مره ثانيه. برده كان هو من اكثر اللعيبه استخلاصا للكره في مباراه الزمالك. برده لو استعرضنا ارقامه بالنسبه لباك رايت لو في مباراه البنك الاهلي لعب هو الشوط الاول طبعا، ممكن نستعرض برده ارقامه. هنلاقي ان هو برضو خلال طبعا لعب 47 دقيقه طبعا بالوقت الاضافي، برضو كان هو من اكثر اللعيبه فوزا بالالتحامات الدفاعيه والالتحامات الهوائيه. ونفس الكلام كان هو ثاني اكثر لعيب في قطع التمريرات. طيب الملخص بالنسبه للارقام او ازاي نقدر نفسرها، هنلاقي ان هو من الناحيه الدفاعيه نجد ان هو ظهر باداء اكثر من رائع دفاعيا. طيب هنيجي نبص بقى، طب النواحي الهجوميه، طبعا زي ما حضرتك عارف ان الباك رايت ليه طبعا مهام طبعاً دفاعيه أكيد. ومهام هجوميه أكيد. بالنسبه للمهام الهجوميه لسه لم يظهر بها بشكل اكثر من كافي، اللي ممكن نقول ان خلال المباراه القادمه هيظهر بالشكل دوت. طبعا ما لحقش ان هو ياخد القدر الكافي ان هو يظهر سواء
مثلا الكرات البينيه، سواء طبعا دقه العرضيات، كل ده هو متطلب من مركزه. طبعا بتكلم على ارقام من نواحي دفاعيه هايل جدا طبعا. النواحي الهجوميه هي ليها عنصرين، العنصر الاول قد يكون في بعض التكتيك بالنسبه للمدربين بيقول له خلينا واقفين في الجزئيه دي، وبالتالي هو متحفظ شويه من ناحية الدفاع. ممكن نستعرض الخريطه الحراريه الخاصه بتمركزه طبعا. ممكن الخريطه الحراريه هنلاقي ان هو اكثر الاماكن اللي متمركز فيها برده كانت في نص ملعب النادي الاهلي، وده بيفسر طبعا انه لسه النواحي الهجوميه ما ظهرتش، لسه ما عملش اختراقات، لسه ما عملش الكرات البينيه او كرات في قلب العمق، ما وصلش للثلث الاخير من الملعب بالزبط. بشكل او باخر دي طبعا الخريطه الحراريه هنلاقي ان هو اكثر التمركز طبعا في الباك رايت او الباك ليفت في نص ملعب النادي الاهلي على الشمال طبعا، ده الباك رايت والباك ليفت والباك ليفت. يعني الشوط الاول والشوط الثاني، الشوط الاول والشوط الثاني، عشان بس برضو الساده المشاهدين يفهموا ان الخريطه الحراريه اللي هي الناحيه اليمين ديت الاصفر، الجزء الاصفر ده تواجد خالد في المنطقه الدفاعيه في الشوط الاول، لما راح الناحيه الثانيه هو ما عداش وسط الملعب نتيجة طبعا زي ما بنتكلم، يعني نتيجة ان هو متحفظ شوية من الحالة الهجومية، او يكون ممكن ده يكون تعليمات يعني مش لازم مجرد هو اللي بيأدي، ده ممكن يكون تعليمات لان هو يقدر يوقف الجناح بتاع الفريق نفسه. لكن هو جاي، احنا شفناه حتى في النواحي الهجومية بيشتغل بشكل عنده سرعات عالية جدا. وممكن دوت برضو نستعرض الفيديو الخاص باهم الاكشن اللي هو عمله خلال المباراتين، هنلاقي ان برضو كلها خاصة بالنواحي الدفاعية، ظهر بشكل اكثر من رائع خصوصا في الارتقاء في فوزه بالالتحامات. دي مثلا الكوره في خلال مباراه الزمالك هنلاقي هو دايما بياخد الخطوه ويسبق المنافس. صحيح. برضو دي الكوره الثانيه برضو كان دي خلال مباراه البنك الاهلي، برضو هنلاقي هنا التايمنج بتاعه اكثر من رائع. هو التايمنج بيلعب دور كبير جدا في الفوز بالكرات الهوائيه، ما فيش شك. يعني ممكن يكون خلي بالك واحد طويل وعنده التايمنج وحش ما ياخدش، ما يقدرش يستحوذ على الكوره. بالظبط، ده مهم جدا. دي اخر كوره طبعا كان برضو في مباراه البنك الاهلي. طب عندك يا احمد احصائيه كامله لمباراه النادي الاهلي والبنك الاهلي، يعني احصائيه المباراه كامله؟ الاحصائيه موجوده طبعا، موجوده. ممكن نستعرض الاحصائيه بتاعه المباراه، ويمكن لينا فيها تعليق بسيط، ان هنلاقي بصرف النظر عن الاستحواذ، كان الاستحواذ 51% مقابل 49% للبنك الاهلي. هنلاقي ان الاهلي كان اكثر خطوره طبعا، ده واضح من الاكس جي او الاهداف المتوقعه، هنلاقي الاهلي كان محقق 1.9، ويمكن البنك الاهلي كان ليه فرصه وحيده خلال الشوط الاول اللي هي مرت بجانب القائم. الملاحظه بقى اللي احنا حابين ان احنا نعلق عليها الركنيات، لان الاهلي عنده 9 ركنيات. صحيح. التسع ركنيات دول احنا حابين ان الفتره القادمه ان الاهلي يستفيد من الكرات الثابته او الركنيات. صحيح. عشان ملاحظ خلال برضه مباراه المصري كان نفس الكلام، الاهلي عنده ركنيات كتيره طبعا، ده بيبقى نابع خلال ان الضغط بتاع الاهلي، الضغط العالي ده بيولد بيبقى فيه ركنيات بشكل كبير. فلازم الاهلي ان شاء الله خلال الفتره القادمه ان هو يسبب خطوره وتبقى نقطه ايجابيه. طب انا عايز قبل ما نروح وهنتكلم على اوكلاند سيتي، في يعني رقمين هنا استوقفوني الحقيقه. الرقم الاول الفرص، النادي الاهلي خمس فرص على المرمى، حقق هدف واحد. بالزبط. انا اتمنى ان شاء الله ان يكون على الاقل من 2 لـ3 اهداف، لان ده مهم جدا. المحاولات على المرمى 18 محاولة على المرمى، ما بينها 9 ما بين القائم العرضه، رقم كويس معقول. بالزبط. 50%، ولكن كمان نتمنى ان الرقم ده يزيد ل 13 و14، ويترجم لاهداف زي ما بنتكلم. لازم كمان نحط الصوره ايه اللي ناقصنا، الجزئيات اللي ناقصانا. اتكلمت على نقطه مهمه جدا، الكرات الثابته. انا بتكلم على الفرص، عندك 5 فرص، استغلال الفرص كنادي اهلي، استغلال الفرص لازم يكون اكتر من كده. وكمان المحاولات على المرمى، عندك محاولات كثيره على المرمى لازم تترجم بشكل افضل. طيب نروح لكاس العالم للانديه، يعني فرقتنا ان شاء الله بكره مسافرين للمره الثامنه للاشتراك في كاس العالم للانديه، وهنلعب اول مباراه ان شاء الله يوم 1 فبراير مع اوكلاند سيتي. طبعا يمكن ان شاء الله تبقى مباراه الانطلاقه للنادي الاهلي وتحقيق طبعا مراكز متقدمه للوصول للنهائي باذن الله. ان شاء الله. لو استعرضنا برضو هنلاقي ان فريق اوكلاند سيتي يمكن محضرين بريف سريع عنه. طبعا هو فريق اسس عام 2004، وطبعا القيمه التسويقيه بتاعه اوكلاند سيتي هنلاقي ان هو 4.5 مليون يورو. اجمالي البطولات هو حقق 36 بطوله ما بين طبعا 10 دوري ابطال اوكيانوسيا و9 دوري المحلي، وطبعا حقق برضه 5 ألقاب للكاس في نيوزيلندا. طبعا هو ممثل عن دوله نيوزيلندا. صحيح. المشاركات طبعا في كاس عالم الانديه هو شارك في 10 مشاركات، وطبعا هو واجه طبعا النادي الاهلي في عام 2006. يمكن النادي الاهلي حقق الفوز بهدفين، الهدف لابو تريكا وهدف لفلافيو.
طبعا متوسط الاعمار هناك 28 سنه، على الرغم برضو ان في ثلاث لعيبه طبعا بيمثلوا عامل الخبره. لعيب تيدي عنده تقريبا 34 سنه، وبرضو عندنا احد اللعيبه 39 سنه في خط الدفاع. فبس هو كمتوسط الاعمار هنلاقي متوسط الاعمار يعتبر كويس، هنلاقي السن المتوسط. المدير الفني شايف ان البرت اسباني الجنسيه، هل الكره الاسبانيه او التكتيك الكره الاسبانيه ينطبق على اوكلاند سيتي من حيث الاستحواذ، من حيث البيلد اب، هل ده موجود في فريق اوكلاند سيتي؟ هو وبالفعل طبعا في الدوري النيوزيلندي في اكثر من مدرب اسباني، وطبعا ده منعكس على طريقه الاداء. هنلاقي ان هم بيعتمدوا بشكل كبير على التمريرات، على الاستحواذ بشكل كبير، ما بيلعبوش على الكره الطويله، لا بيعمل بيلد اب بشكل كويس جدا. وطبعا هو هو كان اوريدي بيلعب في نادي اوكلاند سيتي، واعتزل عام 2021 ودرب نادي اوكلاند سيتي. يعني ده اعتزل ومسك الفرقه، ومسك الفرقه على طول، على طول. وبرضه هو اخذ رخصه ايه، يمكن دي يمكن رساله لجميع المدربين هنا في مصر، ان هو يبتدي يطور من نفسه. يعني ده معناه ان هو اوريدي وهو بيلعب كان بيعد نفسه عشان يبقى مدرب. كان طبعا بيحصل على الرخص التدريبيه، لان زي ما احنا شايفين هو تولى القياده الفنيه في 1/12/21، وهو بطل لعب مع الفريق في نفس السنه، وبالتالي كان معاهم بطولتين طبعا. بطوله الدوري المحلي، وحقق معاهم بطوله دوري ابطال الاوكيانوسيا. برضو خلينا نشوف النقطة اللي بعد كده من خلال طريقة اللعب اللي زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان هما اسباني، فهو بيلعب بطريقة 4-3-3، وده منعكس حتى على البيلد اب بتاعه. هنلاقي يعني ان هو ما بيلعبش على الكرة طويلة خالص، حتى في ظل الضغط العالي هو بيبتدي ينقل الكورة ويعمل بيلد اب بشكل اكثر من رائع. ممكن نستعرض برضو الصورة اللي بتوضح طريقة لعبهم، بيلعبوا ب 4-3-3 زي ما حضرتك شايف. يعني حتى هما خلي بالك برضو الصورة دي هما بيحاولوا يعملوا البيلد اب، يعني هو حتى الاستلام داخل ال 18. بعض الفرق لما بتلاقي في ضغط عالي من المنافس بتقول لك خلاص احنا بنلعب الكره الطويله، لكن واضح من الصوره ان يعني بيعملوا بيلد اب بطريقه 4-3-3، اربع مدافعين ورا، في واحد الديفندر راس المثلث هو اللي بيكون قريب من ال 18، مع وجود اثنين ناحيه اليمين اللي بيقوموا برقم يعني برقم 8 8 الاثنين. بالظبط. خلينا برضو نستعرض مفاتيح اللعب الخاصة بنادي أوكلاند سيتي. هنلاقي عندهم طبعا لاعب تيدي هو أرجنتيني الجنسية، ويمكن هو خلال الموسم الحالي هو أحرز 5 أهداف وصنع هدفين. طبعا هو بيلعب مركزه طبعا جناح، واوقات طبعا بيضم لجوه الملعب وبيلعب كشادو سترايكر. جناح ايمن ولا جناح ايسر؟ جناح ايسر. جناح ايسر بالظبط. وهو بيتميز طبعا بالتسديد من خارج المرمى، يمكن احرز 3 أهداف من خارج، اسف، بالتسديد من خارج ال 18، واحرز 3 أهداف من خارج ال 18. هو بيتميز طبعا بالتسديد. وخلينا برضو نشوف تاني نقطه عندنا من مفاتيح اللعب. عندنا هويسون ده لاعب وسط ملعب، وبرضو هنلاقي ان هو احرز 3 أهداف وصنع 3 أهداف. عندنا هو لعيب، يعني ده برضو ده مهم جدا، علشان لما لعيب وسط ملعب مدافع رقم 6 بيحرز 5 أهداف وبيصنع 3، ده بيفكرنا بحمدي فتحي اللي هو بيتقدم بشكل جيد جدا وبيحاول الادوار الهجوميه ليه. بالظبط. فده كمان نقطه ان شاء الله النادي الاهلي يعمل حسابه فيها. عندنا طبعا المهاجم برضو ديفري، ده المهاجم رقم 9 عندهم، هو طبعا احرز 3 أهداف وصنع هدف واحد. برضو عندنا اخر نقطه، عندنا اللعيب ليه ده طبعا ياباني الجنسيه، وهو بيلعب في وسط الملعب برضو، لعيب رقم 8 واحرز 2 وصنع 2. يمكن دي هي ابرز مفاتيح اللعب وطريقه اللعب زي ما استعرضناها 4-3-3، ودول ابرز اللاعبين اللي موجودين مع اوكلاند سيتي. كالعاده متالق يا احمد، يعني بنشكرك شكرا جزيلا على المعلومات الجيده وعلى الشرح الوافي على المستوى التكتيكي، دايما بتشرفنا وبتنورنا في المحترف الدوري المصري. سعيد دايما اكون موجود مع حضرتك يا كابتن. شكرا ليك يا احمد. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل لسه متواصلين وحلقاتنا مستمره مع كباتن الكبار، كابتن طبعا ماهر همام والكابتن محمد حشيش، بعد الفاصل.